قرطبة كانت تعج بالعلماء والفقهاء والمفسرين والمحدثين، وانظروا أنتم في تراجم العلماء فقط بالقرطبي ترون كم هؤلاء من كم من القرطبيين. يعني الآن عندما زرنا قرطبة سألت أنا كم عدد سكان قرطبة، وبحثت في هذا القواميس هذه التي تعنى بذكر سكان البلدان، فوجدت أن عدد سكانها الآن 500,000. في ذلك الوقت عدد سكانها 500,000، عجيب جدا، عجيب جدا، يعني حاضرة كبيرة جدا. ومسجد قرطبة الآن من زاره فقد زاره، ومن زار من لم يزره فليفعل. لابد لابد لا لابد لابد من يعني تشد له الرحال، هذا تنظر تتحسر وتبكي شيئا ما، لابد تبكي شويه، لابد تبكي على الجدران وتبكي على المساجد التي كان يدرس فيها كتاب الله ويدرس فيها سنة رسول الله ويدرس فيها العلوم العربية والتفسير والفقه والمنطق والحديث والأدب والشعر. يعني أحسب أن قرطبة هذا المسجد لو أن إنسانا اتكأ على جداره لا أخذ منه شيئا من العلم، غير اتكأ على جداره لكثرة العلم في أرجائها وفي أركانها. والآن عندما تدخل إذا رؤية فيك صحنة العربي يأتيك من يقول لك ممنوع الصلاة الداخل ممنوع. فقلت للإخوان هناك والله أنتم تبكون، بكاؤكم لا شيء في بكاء هذه الجدران والسواري. هذه السواري كان هذه السارية كان يتكئ عليها أبو العباس القرطبي، وهذه كان يتكئ عليها فلان القرطبي، وهذا كان يشرحها عندها المسلم، وهذه يشرح عندها كتاب الله. الجدران والسقف وكذا تفرح بما تسمع، فصار تتلى فيها الترانيم والتراتيل والشرك. الله المستعان.